القضاء المصري، النظام القضائي. اتكلمنا واحنا بنتكلم على المواريث، على القاضي وازاي كان المصري بيتعامل معاه وازاي كان له قدسية. العدالة في مصر القديمة كانت موجودة وكانت مهمة جدا، وعبر عنها المصري بالكلمة الشهيرة معت، واحدة ست على راسها ريشة وريشة نعام، لأنها أخف ريشة. لما تيجي كده واحد عايز يتجوز واحدة ويضحك عليها بكلمتين يقول لها هنيمك على ريش نعام. كمان ريش النعام ريش كله جنب بعضه، ما فيش حاجه تزيد عن حاجه ولا تبعد عن حاجه، علشان كده النعامه دايما هي الرمل. خلوا بالكم، لو راجل اتحطت الريشه دي على راسه يبقى ده الاله شو. القضاء كان مهم جدا، وعشان القاضي يبقى موجود كان لازم يبقى فيه قوانين، والقوانين اتحطت، ونسب وضع القوانين من البدايه قيل ان ايزيس اللي وضعت القوانين، ولكن الراعي للقانون والعداله كان دايما وكاتب القوانين وكاتب الخطابات والرسائل كان جحوتي. القضاة كان القاضي بتاعهم ينتخب، وكان بيصدر مرسوم ملكي بمستحقاتهم وكل ما لهم. رئيس القضاة كان بياخد لقب ساب 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 او سأب، اللي جاي حتى كان يكتب شكل الذئب، وكان يساعده على طول الحاجب بتاعه ساب سيش اللي هو الكاتب القضائي. الاجمل بقى هنا ان انا بجانب المحاكم العاديه كان عندي كبير 5 دار جحوتي. لو رحنا مقبره بتوزيرس في تونا الجبل هنلاقي اللقب ده كبير 5 دار جحوتي. هنا اتذكر التعبير الرائع لاستاذنا الله يرحمه الدكتور عبد الصالح، كان يقول كبير 5 دار جحوتي. يبدو انه كان المسؤول عن محاكم استئناف، لان محاكم الاستئناف تعرف ان في كل محافظه هي 5 6 محافظات على مستوى مصر. كان معاه المحلفين او الغيري سيشتا، غيري سيشتا كاتم الاسرار او القائمين على الاسرار، وبعدين يبقى معاه واحد للتحقيق وواحد للجلسه. انواع القضايا بقى، انواع القضايا عندي كانت كتير جدا وزاد دلوقتي: عقارات، اراضي، تزوير، خيانه، قتل، جاسوسيه ضد البلد او خيانه للدوله او خيانه للحاكم. من الحاجات الرائعه اللي اشار اليها المصري في كتير من نصوصه انك لو عامل قضيه على ارض، نزاع على ارض او نزاع على ملك، يتم الحكم فيه بشكل سريع جدا ما يستناش. وده له سبب بسيط، ان اسوأ احساس ممكن تستشعره في حياتك حضرتك او حضرتك انك يبقى ليك حق في مكان مش عارف تحصل على الحق ده، وشايف حقك بيضيع قدام عينك. طيب نشوف بقى باختصار جدا انواع الاحكام. من يحلف زور يعدم، او يكذب يعدم، يقتل انسان القتل، القتل العمد اعدام. طب لو القاتل انثى ينتظر، انثى وحامل ينتظر حتى تضع الطفل ثم تعدم. انا مش هموت نفرين. قطع اللسان، كل اللي يفشي سر العدو يقطع لسانه. المنع من الطعام لثلاث ايام مع الجلد لكل من يهمل في الابلاغ عن جريمه قتل او يتهم بريء. المخالفه، ودي الجميله، من يخالف المكيال والميزان يقطع يده. مصر القديم، المصري القديم قال كمان من يغتصب امرأة يحرم من رجولته، الزاني يجلد 1000 جلدة والزانية يكسر أنفها. وعندنا قصة العاشقة والتمساح، بنعرف ان الزوجة اتحرقت بعد خناق الزنا او فاحشة الزنا اللي ارتكبتها مع العاشق، فهل كانت عقوبة القتل للزوجة تصل لمرحلة الحرق؟ من يقتل ابنه يقف امام البشر 3 ايام وهو يحمل جثمانه. من يقتل أبيه يقطع من كل يوم من جسده جزء حتى يموت تماما. من يتآمر على الملك يعدم. بعد ما حكمت حط المتهم في سجن، وكان عندنا 5 سجون رئيسية زي ما هو موجود دلوقتي. والسجون كان في سجن مدني، سجن إداري أو الحاجة زي أماكن الحجز في المدريات، وسجون المعابد، ودي للكهنة والمذنبين. هل كان في سجن في المعبد؟ سجن المعبد بنعرف من مجموعة من النصوص. وهنا برجع ليه الدكتور محمد عبد القادر في كتابه عن اثار الاقصر، اللي بيشير ان في الكرنك كان يوجد سجن. وده اللي هيخليني بس اتكلم معاكم دقيقتين على حاجه بسيطه شويه، وهي ان حاجه بنسميها الحوت سر بيت القاضي. احنا عندنا منظر في المعابد اللي هو منظر تتويج الملك تحت شجره الايشي، شجره الحياه، وبنشرع انها شجره. شفناه في ابيدوس، شفناه في الكرنك لسيتي والرمسيس، بنشوف معابد كتير جدا. المنظر ده بيمثل ايه؟ المنظر حسب النص المصري القديم بيقول انه بعد الصراع ما وصل بين حورس وست الى درجه لا تحتمل، تم الوقوف في حوت سر. الحوت سر اللي هو بيت القاضي،
وفي بيت القاضي كان يتم النزاع بين الطرفين او الحكم بين الطرفين. في الحكم بين الطرفين بيجي شحوتي يحمل رساله من اوزوريس بيقول باحقيه حورس في ان يكون على عرش البلاد. طب مين حورس اللي هيبقى على عرش البلاد؟ هو الملك اللي هو بيمثل حورس العرش. يقوم الملك يدخل تحت الشجره وبسرعه كانه جحوتي بيكتب الحكم بمسودته، وعلى كل ورقه من ورق الشجر يكتب جحوتي اسم الملك كانه بيعلن حرة. حاجات اللي تلفت النظر ويتمنى انها تلفت نظر اي حد من حقه لما يروح يشوف اي معبد، ان لما بتدخل بتشوف ان الملك تحت شجره الخلود او شجره الايشد لابس تاج الخبرش اللي هو التاج الازرق تاج الحرب. فكان الملك عاوز يوصل لي رساله يقول لي ان يا دوبك انا لسه ما خلصتش حرب ولسه الدم والصراع فيه ما قلعتش حتى من عرفت تاج الحرب، بقى اتوج كملك على مصر. فكان محمد عبد الهادي يقول اذا تواجدت الشجره دي ومنظر التمثيل ده يبقى الجزء اللي قريب منها ولو بشكل رمزي كانوا الكهنه يضعوا فيه المذنبين في المعبد، ودايما يبقى قدامه المنظر ان العدل لابد ان ياخذ مجراه، وكانه بهذا يقول اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هكذا كانت عداله مصر القديم، هكذا كان قضاؤه. كان الوزير والقاضي وكبير القضاه وكاتم الاسرار والمحلفين بعدد اقاليم مصر، كل هذه مثلت عظمة القضاء المصري. ولنا في بردية تورين القضائية الموجودة في متحف تورين والتي تتناول بعض التشريعات والقوانين وإضافة إلى بعض الأمور الخاصة فيما يتعلق به المؤامرة التي دبرت على حياة الملك رمسيس الثالث الكثير. آخر حاجة بقولها بقى طرفة سريعة، إنك لو اتهمت بقضية وكان اسمك مثلا اسم كده جميل اسم في بهجة يختار، يعني مثلا أقول ممدوح مع احترامي للاسم، يبقى لو حاخده في قضية وهو محكوم عليه ما يتقالش ممدوح، يقال فلان المذموم، فلان الحلو يبقى فلان الوحش. دايما المصري إذا اتهم شخص وحكم عليه كان دايما يدي التعبير ده اسمه تدليل دلالات الأسماء إن حتى اسمك مش هتستمتع به. شكرا جزيلا.